السؤال الأول، ما هو رأيك بكلام الشيخ الوائلي بأنه لا يوجد جنس في الآخرة؟ عزيزي، هذا التوجه موجود، هذا التوجه موجود، وهو أنه ما هو نوع اللذة التي يحصل عليها الإنسان في الآخرة؟ هل هو من نوع اللذة التي نعرفها الآن في حياتنا أو شيء آخر؟ هناك رأي يقول بأنه اللذة التي يحصل عليها الإنسان في الآخرة هي لذة معنوية وليست لذة مادية، إنما كانت لذة مادية في هذه النشأة، في تلك النشأة لا توجد مثل هذه اللذة. هذا رأي أيضا من الآراء الموجودة. طيب، يقول: ما هو المقصود من القلب عندما يستعمل في القرآن؟ عزيزي، كل شخص يريد أن يعرف المفردات التي وردت في القرآن بأي معنى وردت، عليه بكتاب اسمه وجوه القرآن، كتاب وجوه القرآن للنيسابوري. هذا الكتاب يعطيك عدد مرات استعمال الكلمة في القرآن الكريم وعدد مرات المعاني التي قصدت بها. فلذلك الإنسان يستطيع من خلال الاستفادة من هذا الكتاب أن يحصل على معلومات جيدة حول استعمال كثير من الكلمات بمعاني متعددة. ومن المعروف، هذه قضية عامة خليني أذكرها، من المعروف أن القرآن الكريم بشكل عام كلما استعمل مفردة بشكل كبير فهو لا يستعملها بمعنى واحد، وإنما تتعدد مرات استعمال المفردة ويتعدد معها المعاني التي تقصد منها، ومنها كلمة، ومنها مفردة القلب، ومنها مفردة مثلا النسيان، ومنها وهكذا، ومنها مفردة الضلالة، هذه كلمة الضلالة هذه أيضا في القرآن، وتوجد آيات كريمة كثيرة تدل على صحة هذا الكلام. طيب، ما هو الاجتهاد؟ الاجتهاد هو القدرة على استنباط الحكم الشرعي من المدارك المقررة، يعني من القرآن والسنة والعقل والحكم. كل شخص قادر على أن يستنبط الأحكام الشرعية من المدارك المقررة فهو مجتهد. طيب، ما رأيك بكتب أحمد الماحوزي؟ عزيزي، أنا ما عندي كتب الشيخ الماحوزي، عندي له كتاب واحد، لا أعتقد بأن كتبه ليست نافعة، بل أعتقد بأن كتبه نافعة جدا. طيب، هل الشهادة الثالثة تبطل الصلاة؟ نعم، الشهادة الثالثة على رأي السيد الخوئي تبطل الصلاة، لأن الصلاة أمر، أجزاء الصلاة هي أمور توقيفية لا يجوز أن يزيد فيها الإنسان كما يريد، ومنها إضافة الشهادة الثالثة إلى الصلاة. فمن كان يريد أن يحافظ على صحة صلاته فعليه أن يتجنب ذكر ما لم يتفق العلماء على ذكره، ومنها الشهادة الثالثة. ما هو رأيك في كتب الشيخ عقيل الحمداني؟ عزيزي، أنا لحد الآن ما اطلعت على كتب الشيخ حفظه الله تعالى. هذه آخر مرة.